للحديث عن تواصل الاحتجاجات في لبنان ضد النظام السياسي ورفض سلاح حزب الله، معنا من زيورخ فرانكو عبد القادر، مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية. أهلا بك سيد فرانكو. بداية، كيف تقرأ عودة التظاهرات إلى بيروت بهذا الشكل بعد رفع جزئي للحظر بسبب كورونا؟ بداية تحية لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. يعني قد أشرتم في تقريركم عن أن سعر الدولار الأمريكي تجاوز حدود العشرة آلاف ليرة لبنانية، وهذا أمر يعني جد مهم وخطير على المستوى الاقتصادي والمعيشي والمالي للبنانيين، وكما ذكرتم أيضا لأن مع رواتب اللبنانيين ومنهم أيضا العسكريين والضباط وكل العاملين في القطاع العام والخاص قد تضاءلت إلى حدود بين الـ50 والـ100 دولار أمريكي، وهذا مؤشر خطير على المستوى المعيشي الفظيع الذي وصلت إليه الأمور. يعني أصبح الشعب اللبناني يعاني الأمرين من هذا الهبوط الكبير في سعر عملته، لأننا وكما نعلم لبنان ليس دولة مصنعة، وبالتالي كل الاحتياجات الغذائية وكل ما يحتاج إليه اللبنانيين يحصلون عليه من الخارج، وهم يدفعون ثمن تلك المواد الأولية كلها بالعملة الصعبة بالدولار الأمريكي، وهذا يشكل تحدي كبير لمستوى العيش الذي الآن بلغه أو سيتجه إليه اللبناني في المدة القصيرة الآتية. طبعا الآتي أعظم. سيد فرانكو، يعني مدير مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يقول إن المصرف لن يكون قادرا على تقديم الدعم للسلع الغذائية لأكثر من شهرين إضافيين. إلى أي مدى يمكن أن يسرع هذا بانهيار النظام السياسي في لبنان خصوصا مع تصاعد التظاهرات؟ يعني السيد رياض سلامة يعلم تماما بأنه المسؤول الأول عن هذا الفكر الرهيب الذي وصلت إليه الخزينة اللبنانية، الخزينة المالية اللبنانية خالية تماما من الأموال من العملة الصعبة. لأن رياض سلامي مدير المصرف المركزي اللبناني قد سمح للسياسيين وأركان السلطة بإرسال أموالهم إلى الخارج، وقد سمح بإجراء عمليات يعني مثيرة للريبة. لا شك أن لبنان الآن يقف على حافة الانهيار، إن لم نقل أنه انهار فعلا، لأن المواد الأولية وكما ذكرت والمازوت وغيرها من المشتقات البترول أيضا يدفع ثمنها بالعملة بالدولار، وليس هناك من موارد تأتي إلى لبنان. يعني لبنان اليوم خالي، نستطيع أن نقول أنه خالي من الدولار، وهذا سينعكس تماما على الوضع المعيشي اليومي الذي سيكون شبه مستحيل، سيكون العيش صعب جدا في المرحلة القادمة. عندما يخف الدولار من الأسواق ومن البنك المركزي أيضا، عندها اللبنانيين لن يستطيعوا استيراد المواد والمواد الغذائية. دعنا نذهب الآن إلى موضوع آخر سيد فرانكو. يعني وكالة بلومبرغ الأمريكية كشفت أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على مدير مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. السؤال هنا، إلى أي مدى ساهم حزب الله بوصول لبنان إلى الحال التي يعيشها الآن؟ أنا للأسف قد حذرت عبر شاشتكم الكريمة قبل سنوات من أن هناك عاصفة عقوبات شديدة القوى متجهة نحو لبنان. بفضل مشاغبات حزب الله في الدول العربية وحول العالم. حزب الله للأسف وتدخله في سوريا واليمن والعراق قد جلب الويل على اللبنانيين. لأنه انطلاقا من لبنان بدأ بمحاربة العالم، وبدأ للأسف فقط بتنفيذ الأجندة الإيرانية دون أن يلتفتوا البتة إلى وضع اللبنانيين. ومن هنا حزب الله يعني هو للأسف هو الخطر الرئيسي على اللبنانيين وعلى لبنان. أرجع إلى موضوع رياض سلامي. رياض سلامي
حاول أن يقول أو يثبت للأمريكان وللمجتمع الدولي أنه على خلاف مع حزب الله، ولكن تبين للإدارة الأمريكية أن السيد رياض سلامي يدور في فلك حزب الله ويسهل له نعم. أموره طبعا، وهذا شيء واضح. ومن هنا يأتي التلويح بفرض عقوبات على رياض سلامي، لأن رياض سلامي هو من داخل هذه السلطة الفاسدة، من هذه، للأسف وكما يقول اللبنانيين، هو جزء من هذه من هذه المنظومة لكن الحاكمة نعم التي يعني جوعت اللبنانيين نعم وسلبتهم أموالهم وتحتجزهم الآن وتحجز عليهم في البنوك في لكن المصارف. ماذا عن حسان الدياب في الوضع السياسي؟ ما هي الرسائل التي أراد إيصالها بعد حديثه عن الاعتكاف السياسي وعدم ممارسة مهامه؟ يعني السيد حسان الدياب ربما يريد أن يهرب من المسؤولية، ولكن السيد حسان دياب هو أيضا أصبح جزء ولو صغير من هذه المنظومة، لأنه ارتضى لنفسه بأن يمثلها، وهو يعرف تماما أن البلد متجه نحو الانهيار. اعتكاف السيد رئيس الوزراء، عفوا السيد دياب، هو خطوة الاعتكاف هي خطوة رمزية، يعني ربما ليعبر أمام الشعب اللبناني، لذر الرماد في العيون أمام الشعب اللبناني بأنه غير راض عن 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 هذا الوضع، وبالتالي يحاول أن يبعد المسؤولية عنه، ولكنه لأنه ارتضى أن يكون رئيس حكومة، ولأنه ارتضى أن يغطي هذه السلطة الفاسدة بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، من هنا هو يتحمل أيضا جزء من المسؤولية. إلى السؤال الأخير الآن سيد فرانكو، يعني ماذا عن مصير التظاهرات؟ هل يمكن أن تتوسع بشكل أكبر؟ ما يقوم به اليوم اللبنانيين هو تظاهرات عفوية، يعني بدون أي حالة تنظيمية للأسف. الآن يعني التظاهرات ستكبر، لأن اللبنانيين اليوم سيرون بأم العين بأنهم لن يستطيعوا شراء أي شيء بهذه الرواتب الضئيلة نسبة أمام الدولار الأمريكي، وبالتالي في الأيام المقبلة وربما في يعني حدود أقصى كشهرين من الآن سوف ينهار للأسف، أعتقد باعتقاد برأيي أن الوضع الاقتصادي سينهار تماما إذا لم يحدث أي شيء يغير المعادلة الاقتصادية اليوم في لبنان، سيؤثر كثيرا، وربما الوضع سينهار كليا وستصبح الأمور رهيبة للأسف وفظيعة. من زيورخ كنت معنا عبر سكايب مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر، شكرا جزيلا لك.